مزيكا شيكا مزيكا دي رأس الفرقة كلها. ميسي مصر ده ميسي فعلا. من قرية الحصايا بجنوب مصر، حكاية ميلاد أسطورة كروية جديدة. كان دينامس كان بيلعب في كرة وزية. كيف بدأ الطفل الصغير رحلته من مركز شباب أسوان إلى ملعب حلمي زامورا في ميت عقبة؟ السر وراء علاقة شيكابالا وجمهور التلتيمين، ولماذا تحول الفهد الأسمر إلى معشوق جماهير القلعة البيضاء؟ كان بيكلم الكورة. المتعة الحقيقية هي شيكابالا، قائد داخل أرض الملعب وقائد خارج أرض الملعب. أصدقاء وعمال ومشجعون يحكون مواقف إنسانية لقائد الزمالك لأول مرة. وبقول عليه أنا خدت منه فلوس ومش عارف فلوس ساعتها. عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني هو اللي مجوزني. ابن البلد، ابن الأصول، صاحب صاحبه. شيكابالا يعني تاريخ النادي. الأباتشي من أسوان إلى ميت عقبة، فقط على تلفزيون الوطن.